الامتحان العاسي اللي كتفرضوها عليا كل دوره نقرا عليك واحد. إذن هناك النقطة الثالثة تتعلق بتقديم بيان في ميزانية السنة المالية 2018 الذي سيقدمه السيد محمد عابد رئيس لجنة المالية والميزانية. الآن الإخوة الكرام، عقدت لجنة المالية لجهة باسم الكناس اجتماعها صرف حوالي 100 مليون ديال الدرهم من اصل 169 مليون ديال الدرهم.
التي كانت متوقعة، وهذا بالمناسبة تنشيط النفقات ديال الإدارة الجزء التحتية بتوفير 69 مليون ديال الدرهم اللي ساهم في تغطية العجز اللي تذكر في الجزء الجدول اللي قبل منه اللي كيبلغ 92 مليون ديال الدرهم. نلاحظ في هذا الجدول معدل تطور المصاريف من سنة 2016 إلى 2018 كمبالغ مالية وكنسات مئوية، والتي يلاحظ أنه في ارتفاع مستمر كما يدفعوا المليان بعد الجدول. الجدول كيوضح بالنفوس أو بالواضح التطور ديال المصاريف الجزء الأول، وهذا كيدل على أن الجهة في التطور أنها اعتمادات مالية في الجانب ديال التسيير ديالها. من ناحية أخرى يوضح هذا الجدول التطور الذي عرفه عدد الموظفين الذي انتقل من 54 موظف سنة 2016 إلى 78 موظف 2018، وهذا من أجل تدعيم كذلك القدرات الذاتية ديال الجهة لتنفيذ المشاريع وكذلك لتنفيذ مخططاتها، لأن الإدارة هي وسيلة لتنفيذ هذه المشاريع. بالنسبة هذا الجزء الأول من الميزانية في المداخيل وفي المصاريف، ننتقل الآن للجزء الثاني في الميزانية. وبانتقال الجزء الثاني من الميزانية نجد كمداخل مخفوضة قد بلغت أكثر من 524 مليون ديال الدرهم، بعدما كانت متوقعة 547 مليون ديال الدرهم، أي بعجز يصل إلى 23 مليون ديال الدرهم، اللي غادي يمكن تغطية ديال هذا العجز هذا سيتم تغطيته بجزء من الفائض ديال التسيير في الجزء الأول من التسيير. اللي هو 69 مليون درهم، باش في 2018 غادي نوصلوا 28 مليون ديال الدرهم ديال القرض او ديال العجز. وتوضح الارقام تطور المداخل منذ سنة 2016 إلى غاية 2018، والتي عرفت نفس نسبة التطور هي 27%. سواء في المداخل التقديرية أو المداخل المحققة. كما يمكن في الجدول المصاريف أنه لم يتم صرف سوى 377 مليون ديال الدرهم من اصل اكثر من مليار ديال الدرهم بنسبه 35%، حظي منها مجال الدعم بنسبه كبيره بلغت 76%، وهذا حق الارقام يجب ان نقف عندها في حق كمستشارين يسائلون الجهه كذلك على تسريع في تنفيذ الميزانيه والبرامج، لان 35% يمكن كتشكل منها مجال الدعم 76%، كيدل على ان لو ان ما كانش داك الدعم اللي تعطى الجمعيات يمكن نوصلوا في التنفيذ ديال الميزانيه الى الحدود 21% من البرامج المقترحه، وهذا يسائلنا كجهه من اجل التسريع في تنفيذ المشاريع استجابه للظروف اللي كيعيشوها المواطنين والساكنه خصوصا في العالم القروي وانضماج تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه. وفي الجدول الاخير توضح الارقام نسبه تطور المصاريف المحدث خلال 3 سنوات الماضيه، تم توضيحها كميبيان من بعد المشروع. الميبيان كذلك يوضح بشكل ملموس التطور ديال النفقات ديال الجزء الثاني من الميزانيه 2018. وبعد دراسه وثيقه بيان مفيد الميزانيه من طرف لجنه الميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه خلال اجتماعها المنعقد 20 فبراير 2019، أصدرت اللجنة عدة توصيات. التوصيات كنعتبروها كذلك مهمة، وفعلا كنطلبوا من أن تتخذ بعين الاعتبار بقوة، لأنها تعبر على رغبات وعلى اهتمامات السادة المستشارين، خاصة الدعوة إلى الحرص على إعطاء مدلول فعلي وعملي للجان من خلال تبعي الملتمسات والتوصيات والمقترحات التي تتقدم بها هذه اللجان الى مكتب المجلس. التسريع في تنزيل المشاريع المبرمجه والتنمويه المصادق عليها من طرف مجلس الجهه وفق الاولويات التي تلبي حاجيات الساكنه من شغل وتجهيزات اساسيه. الرفع من وتيره انجاز المشاريع بالنظر لضعف الانجازات المسجل سابقا ب 35% لتدارك التاخر الحاصل، مع العمل على وضع لوحة قيادة المشاريع المهمة بالجهة، إعداد تقارير النجاعة بالنسبة للمشاريع التنموية بالجهة والتي تمكن من دراسة قابلية إنجازها خلال مرحلة البرمجة.
موافقة السيدة السادة أعضاء مجلس بلوائح الجمعيات المستفيدة من منح الدعم المقدمة من طرف مجلس الجهة خلال السنوات الماضية 2016 2017 2018 إعداد حصيلة دولية وسنوية لتنفيذ الميزانية وتقديمها للجنة حتى تبقى مطلعة على تدبير مختلف العمليات المالية والمحاسباتية بالجهة. تنظيم أيام دراسية حول المواضيع التالية: اختصاصات الجهة وآليات تنفيذها والموارد المالية للجهة وسهولية الضوارح. وشكرا السيد الرئيس. السيد رئيس اللجنة الوقار، إلا أن كما تعلم وقانونا بيان الميزانية لا يخضع للنقاش، رغم أن السيد الرئيس ناقشه ولكن طبعا عندما يقول المشرع لا يخضع للنقاش بمعنى أن المجلس كله راه يكون عنده غيطر عليه، وممكن أن يعني حتى يعني استفسارات كتابية أو أسئلة كتابية. لكن وبغيت كذلك نوضح واحد قضية ديال الميزانية اللي قدمها السيد الرئيس مشكور عندما كان يتحدث عن ميزانية التشكيل. بالفعل يجب أن نعترف أن الأرقام ديال 35% التشكيل هذه، ولكن ليست هي النسبة ديال الإنجاز، هي نسبة الأداء. أما يعني لي زونكاجمون يعني الالتزامات، راه ممكن أن يكونوا الماشي دازو ولكن ما خلصوا شيء. هنا 35% هي ديال الأداء فحسب. وعندما نتحدث عن الدعم كذلك في هذه الميزانية، ليس دعم للجمعيات، هو داك الفلوس اللي كنعطيوهم في الاتفاقيات لهذوك اللي غادي ينجزوا، اللي ما كنجزوش حنايا. يعني كاين مثلا الشغل العمومية، مثلا الكهرباء، الماء، هادو هما اللي كينجزوا، تنعطيوهم هاد الفلوس في إطار اتفاقيات بطبيعة. هذا غير باش نعطي الصورة شوية أكثر دقة. تفضل. شكرا سيدي الرئيس. الحقيقة دعم على ما قلتموه كنا عهدنا به، ولكن السيد الرئيس والسيدات والسادة المستشارين الدكتور الكريم السيد الكاتب العام، بالحقيقة ما قام به السيد رئيس اللجنة فتح شهيتنا، على اعتبار أنه لم تكن لي فرصة الحضور في اللجنة، ومن جهة أخرى أجد نفسي يعني هناك مكتب مسير منفذ، هناك لجان تشتغل وتنتقي، وهذا هو طبيعي ديال السكون عالي جدا. لكن في نفس الوقت عندما نقف على حجم المشاريع المبرمجه والسرعه التي نريد ان نذهب بها من اجل تنفيذها، باعتبار انه نظرا لحجمها وايضا نظرا للمصادر التي تاخذها، يتضح جليا انه هناك مجموعه من المشاريع اللي هي متعثره بالاساس، اللي عندها علاقه بالدراسات القبليه التي تجاد، وبعد ذلك يظهر انه هذه المشاريع يمكن ما اخذتش بعين الاعتبار بعض المستجدات اللي عندها علاقه بمجال تنفيذها، حيث انه كاين مشاريع اللي تعود 2016 و2017، ولكن لانه عندما نزلت المقاولات الى اعين المكان وهي يعني تريد ان تنفذ وجدت اشياء اخرى، وبالتالي المجهود المهم الذي اصبحت تقوم به الان في وخصوصا الوكاله بالخروج الى الميدان وتتبع عن قرب واحداث الدراسات القبليه بالخروج الى الميدان وطرح قطر الجهه، هذا في حد ذاته يمكن ان يتفلوا به كل هذه الاشكالات الان اللي مطروحه، ولكن اظن السيد الرئيس انه لا زلنا محتاجين اكثر من موارد بشريه باش يمكن نواكبوا كل هذه المشاريع المفتوحه. ايضا في الشق المتعلق باللوائح الجمعيات التي استفادت من الدعم، كنتم سيد الرئيس في السابق او كنا في اجتماع سابق اشرنا الى انه سيتم تنظيم يوم دراسي في الموضوع حول هذا العمل، كنا نظن انه جاء الوقت باش يتم البرمجه ديالو باش يمكن هذا الموضوع الدعم ما يبقاش طابو كلي عند الجميع وما يبقاش مجال ديال القيل
والقرن اكثر من ذلك يمكن ما هو قادم من نقط جدول الامان هذه كل مناسبه من اجل ربطه بكل مكونات الجهه على اعتبار انه ما هو مبرمج كبير لكن تنفيذ يطرح اكثر من سؤال والكيفيه ديال انه واش الشيء تدخل الامور بيدها ولا تعطي الشريك والشريكين نظرا للمصادر او نظرا لانه عنده مشاريع او برامج تنفيذيه ديالو ما كيمنفذش الشيء في الوقت المناسب هذا هو اللي خصنا نربطوه بالاختصاصات الذاتيه ديالنا بعد على الاقل يمكن الاختصاصات الذاتيه ديالنا ونمشيو نفذوها في انتظار الاطلاع على العقده ما بين الجهه والمركز ما بين الجهه والدوله باش نشوفوا حنا كنموذج وهذا الرهان اكيد ان شاء الله يتم نشعر لكن طموحنا عندما وصلنا الرقم الذي تم الاتفاق عليه شويه يعني حسينا بنوعين من هذاك الحلم الكبير اللي كان عندنا في علاقته مع ما كنا نقول نحن في الجهه كنا نتكلم عن 7 مليار هذا الشيء رقم دخلنا في جلسه رسميه الان الكلام كيدور على 10 ملايين كنظن دابا كانش غلط باش توصلني لانه المعلومه جاتني فقط الى كان كاينش حاجه مكتوبه لذلك نحن في البدايه نعم ولكن انتظارات كبيره من كل مكونات الجهه لا مؤسسه الجهه باش يمكن نذهب الى ما نحن بصدده تحقيق التنميه الشامله في جهتنا شكرا زبراج شكرا السيد المستشار في مبرمجوه ما كانش نطلعوا علمان دابا حنا طلعنا علمان الفكره اللي كان خصها تبان السيد الرئيس هو انه درنا واحد الفائض تقديري ديال 114 مليون ديال الدرهم 2017 ملي كنا كنبرمجوا 2018 دابا كاين عجز ديال 45 مليون ديال الدرهم اللي درتو فيه الغاءات باش وقعت هذا هو اللي كان خصو يبان راه اذا بان هذا الفرق ديال الالغاءات 45 مليون ديال الدرهم كنكون حنا اخذنا علما بالبرمجه بانها بقات هي ما تغيرتش لا بالزياده ولا بالنقصان شكرا